الحكومة الفرنسية تجتمع بعد قليل لبحث مشروع قانون التقاعد والذي أثار جدلا كبيرا، ما التفاصيل لديك علاء؟ نعم، في الحقيقة بعد نحو نصف ساعة من الآن سيجتمع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بعدد من أعضاء الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن. طبعا سيتم إطلاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على آخر المستجدات بشأن المشاورات التي جرت يوم أمس بين رئيسة الحكومة إليزابيث بورن وعدد من رؤساء النقابات العمالية، حيث ستستكمل لقاءاتها اليوم بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معهم، حتى تضع الخطة الأولية لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في والتي ستعرض في 10 من الشهر الجاري، وسيتم عرضها فيما بعد في 23 على مجلس الوزراء قبل أن يتم مناقشتها في الجمعية الوطنية مطلع شباط فبراير القادم. طبعا عدد من رؤساء النقابات العمالية التي التقت بهم إليزابيث بورن أمس كانوا بعد لقائهم بها كانوا قد قالوا بأن هذا القانون لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفرنسي بالضبط. وأنهم وقالت بأنه ليس مقدس حتى ولو أبدت الحكومة بالضبط وقالت أنه ليس مقدس نعم. وأشارت إلى أن هنالك ربما حلول أخرى. عن أي حلول تتحدث بورن هنا؟ نعم، بالنسبة لإليزابيث بورن ليس شرطا أساسيا وضع حد 65 عاما للتقاعد، ولكن من الممكن أن يكون 64، وهذا ما يرفضه رؤساء النقابات العمالية، حيث وعدوا بأنهم سينزلون إلى الشوارع في 21 من الشهر الجاري. طبعا هذا المشروع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد هو الحجر الزاوية لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السياسة الداخلية طبعا أيضا، وهو النظام إصلاحي أكثر شمولية بحسب مراقبين، حيث أن الحكومات السابقة أو الرئاسات السابقة المتعاقبة على فرنسا من قبل اليمين واليسار كانت قد وضعت نظام التقاعد، لكن الرئيس الفرنسي اليوم يطرح خطة أكثر شمولية بالنسبة لهذا النظام. طبعا رئيسة الحكومة إليزابيث بورن تسعى جاهدة لكسب الأصوات ضمن الجمعية الوطنية قبل أن يعرض هذا القانون على الجمعية الوطنية ومناقشة في شهر شباط فبراير. طب ستحاول الاتصال على سبيل المثال بحزب الجمهوريين لكسب المزيد من الأصوات والتأييد ضمن قبة البرلمان الفرنسي. طبعا بالنسبة أيضا للمعارضة الفرنسية المتمثلة حاليا بزعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلونشو، كان قد قال أمس عبر تويتر بأنه سيكون خلف رؤساء النقابات وخلف جميع الأشخاص الذين يرفضون هذا القانون وسينزلون إلى الشوارع في 21 من الشهر الجاري. بطبيعة الحال خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تتكشف بعد، سيكون تكشفها أو ستظهر خطوطها الأولية في 10 من الشهر الجاري. طبعا سيكون هنالك أيضا اجتماع لرؤساء النقابات العمالية لتحديد يوم نزولهم إلى الشوارع والتظاهر ضد هذا القانون وضد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بطبيعة الحال اجتماع اليوم بين الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية سيحمل الكثير من الملفات الساخنة، خصوصا ما تشهده البلاد من احتجاجات وتظاهرات، بالإضافة أيضا إلى مجموعة من الإضرابات.